نكمل أنا وياكم طلاب، ووصلنا إلى example رقم 2 بهاي المحاضرة. The arrival times of four vehicles at two points X and Y that are 500 foot apart are as follow. عندنا زمن الوصول لأربع مركبات، الأرايفل تايم هو زمن الوصول للأربع مركبات اللي هنا موضحين لنا إياها بالجدول، اللي هي vehicle A و B و C و D. فزمن الوصول لهاي الأربع مركبات لنقطتين اللي هما نقطة X ونقطة Y. فهنا إذا لو تلاحظون تشوفون إنه point X بالسكند، شنو قصدهم؟ قصدهم زمن الوصول إلى هاي النقطة. يعني فمثلا عندنا تي اي هو زمن وصول فيكل اي لبوينت اكس، تي اي بلس 3 هو زمن وصول فيكل بي لبوينت اكس، تي اي بلس 6 زمن وصول فيكل سي لبوينت اكس، واخير مركبه اللي هي فيكل دي زمن وصولها تي اي بلس 12 وصلت بهذا الزمن إلى point X. بالنسبة الـ point Y أيضا كاتب لكم يمه بالسكند، فهذا قصدهم الـ arrival time زمن الوصول مال هاي المركبات إلى هذه النقطة. فمنطينا هاي المعطيات بالسؤال، وأيضا ذاكرنا أنه المسافة ما بين X نقطة X ونقطة Y هي 500 فوت. Determine time mean speed, space mean speed, and flow at section X أو point X بالأصحية. فالفلو في point X. رح نجي بالبداية. أني هذا هو المعطى من السؤال. هذا كان التيبل اللي بيه ثلاثة أعمدة. فبما أنه أحد المطالب مال السؤال هو space mean speed، الـ space mean speed هو القانون مالته السرعة على معدل الأزمان اللي احتاجته المركبات لعبور السكشن. فدائما الـ space mean speed نحسبه من يكون المقطع ثابت، واللي هنا انطانا اياه قال لنا المسافه ما بين اكس واي هي 500 فوت. من تكون المسافه ثابته او المقطع ثابت بس الازمان متغيره لكل مركبه، يعني المسافه ثابته ونحسب الزمن لكل مركبه ايش قد استغرقت زمن لعبور هذه المسافه. فايش قد عندي مركبات، لكل مركبة أحسب الزمن اللي استغرقته، بعدين آخذ الأفرج، فيصير عندنا القانون مال السبيس مين سبيد، المسافة على معدل الأزمان. هنا أنا عندي المسافة هي 500 فوت، واللي هي هاي معطى بالسؤال. نجي معدل الأزمان، شلون هحسبه؟ أنا عندي هو منطيني الأرايفل تايم لبوينت إكس لكل مركبة، والأرايفل تايم لبوينت واي مال كل مركبة. فراح أجي أضيف عمود جديد أسميه time to pass the section XY، time to pass the section XY بالسكند. أنا عندي يعني هي مثلا المركبة A وصلت إلى نقطة X في زمن TA، رجعت هسه مشت هاي ال 500 فوت ما بين الاكس والواي، وصلت الى نقطه واي في زمن تي اي بلس 7. اذا ايش قد استغرقت زمن على مود تعبر هذا السكشن من بوينت اكس الى بوينت واي؟ نانا طلعناه 7. منين جت هاي السبعه؟ هي التي اي زائد 7 هي الارايفل تايم مال بوينت واي ماينس التي اي واللي هو الارايفل تايم مال بوينت اكس، يطلع لنا 7. هاي فيصير عندي الزمن اللي استغرقته سياره او فيكل اي لعبور السكشن
من نقطة X إلى نقطة Y هو 7 سكند. بالنسبة لـ vehicle B استغرقت 6 سكند. شلون حسبته؟ TA plus 9 minus TA plus 3. تنتبهون على القوس مال TA لأننا عندنا مقدار، فترى الإشارة السالبة من تدخل على المقدار ترى تبدل تغيره، فإذا ما تحطون قوس ترى يطلع النتيجة غلط. فهو الزمن مال الأرايفل تايم لبوينت واي ماينس الأرايفل تايم لبوينت اكس، واثنيناتهم طبعا لفيكل بي. بالنسبة لفيكل سي تي اي بلس 12 ماينس نفتح قوس تي اي زائد 6 يطلع لي 6 سكند. بالنسبة لفيكل دي تي اي زائد 22 سكند ماينس نفتح قوس تي اي زائد 12 واللي هو يساوينا 10 سكند. لحجي هاي اطلع المعدل مالتهم الازمان شلون اجمعهم، السبعة زائد ستة زائد ستة زائد عشرة طلع لي يساوي لنا 29 سكند، واقسمهم على اربعة طلعت الافرج تايم، فصارت عندي السبيس مين سبيد هو المسافة على معدل الازمان. المسافة 500 فوت على معدل الازمان هو 29 على اربعة، فصار عندي السبيس مين سبيد يساوي لنا 68.96 فوت بير سكند. نجي هسه نحسب التايم مين سبيد. التايم مين سبيد نقصد به هو حساب السرعة الموقعية لكل مركبة. نحسب السرعة الموقعية لكل مركبة، بعدين نجمع السرعة مال المركبات كلهم ونقسمهم على عددهم. يعني معناته نحسب معدل السرعة واللي هو القانون مال التايم مين سبيد، مجموع السرع على عدد المركبات. فهنا نفس هذا الجدول اللي هو كان معطى بثلاثة أعمدة، ضفنا بالخطوة السابقة ضفنا عمود، هسه حنضيف عمود جديد أو كولوم جديد. كولوم هو شنو؟ هو السرعة. فأنا عندي الزمن وعندي المسافة، حطلع السرعة، السرعة تساوي لنا المسافة اللي هي 500 فوت على الزمن. طلع لي الزمن للمركبة الأولى اللي هي الفيكل أي. نجي بالنسبة الفيكل بي، الخمسمية على الزمن اللي هو ستة طلع لي 83.33 فوت بير سكند، لأنها طبعا السرعة. نجي بالنسبة الفيكل سي، المسافة الخمسمية على الستة أيضا 83.33. فيكل دي الخمسمية المسافة على الزمن اللي هو عشرة طلع لي 50 فوت بير سكند، هاي سرعة المركبة دي. مجموعهم كلهم يطلع لي 288.09، هذا مجموع السرعة للأربع مركبات. على عدد المركبات هي أربعة طلع لي التايم مين سبيد 72.02 فوت بير سكند. لو تلاحظون أنه هنا عندنا التايم مين سبيد أعلى من السبيس مين سبيد واللي طلعناه بالخطوة السابقة واللي كان هو السبيس مين سبيد 68.96. يعني فدائما التايم مين سبيد يكون أعلى. نجي على المطلب الثالث واللي هو المطلب الأخير، يريد يحسب أو نحسب له الفلو at section X. إذا تتذكرون إحنا كان عندنا قانون وأخذناه بالمحاضرات السابقة، الفلو يساوي لنا 3600 التايم هيدوي. الفلو هو 3600 التايم هيدوي، فلهذا هسه we need to calculate the headway time between each two successive vehicles. شنو قصدهم بالsuccessive vehicles؟ هو السيارات المتتابعة. يعني إحنا لازم هسه بهاي المرحلة نحسب الهيدواي تايم بين مركبة A ومركبة B، ونحسب الهيدواي تايم بين مركبة B وC، ونحسب الهيدواي تايم بين C والD. فش لح نسوي؟ لح نجي إحنا طبعاً بما أنه هو طالب مال بنقطة X،
فراح استخدم الارايفل تايم اللي انطانا اياه بوينت اكس. فاني كان عندي الارايفل تايم لفيكل اي هو تي اي، لفيكل بي هو تي اي بلس 3. طبعا هنا بي كررناها ليش؟ لانه احنا بدنا نحسب الهيدوي بين السيارات المتعاقبه السكسسيف فيكلز، فلهذا قلنا حاحسبه ما بين الاي والبي اللي هو هذا، ارجع احسبه ما بين الهيدوي ما بين البي والسي، فردي سويت لهم ايضا عدتهم، ارجع احسب ما بين السي والدي فايضا كررته للسي. فهذا هو سبب التكرار. بالنسبه هنا عندنا الهيدوي هو شو يساوي لي؟ تي اي بلس 3 ماينس التي اي، طلع لك لا طلع لنا 3 سكند. التي اي بلس 6 ماينس نفتح قوس تي اي بلس 3. بالنسبة للهيدوي بين السيارة سي ودي أو المركبات سي ودي، تي اي زائد 12 ماينس نفتح قوس تي اي زائد 6 واللي هو يطلع لنا 6. فهنا عندنا طلع لنا 3 هيدوي، هيدوي ما بين السيارة المركبتين اي وبي، وهيدوي ما بين المركبتين سي ودي، وهيدوي ما بين المركبتين العفو بي وسي، وهيدوي ما بين المركبتين سي ودي. هنا عندنا الأفرج هيدوي هو مجموعهم اللي هو 3 زائد 3 6 زائد 6 يطلع لي 12 على عددهم 3، فيطلع لنا الأفرج هيدوي هو 4. المينيمم هيدوي هذه مثل الخطوة إضافية، المينيمم هيدوي أقل هيدوي بين دول الثلاثة هو 3. ليش أنا هيجي دا أحسب؟ لأن إحنا داري إذا مثلا هو هنا طالب بس الفلو، فأني هحسب له الأفرج هيدوي. لو هو كان طالب ماكسيمم فلو فلازم احسب له المينيمم هيدوي. فلهذا دا اقول لكم المينيمم هيدوي هذا شيء اضافي، هو ما طالبه بالسؤال. فالفلو حسب القانون اللي كان عندنا بالمحاضرات 3600 على التايم هيدوي، هاي الاربعه منين جتي؟ هو الافرج هيدوي. لو هو طالب، هو بهالسؤال ما طالب، لو طالب من عندي الماكسيمم فلو هعوض لازم بالقانون المينيمم هيدوي واللي هي 3، فيصير 3600 على 3 واللي هو 1200 بير اور. الى هنا نكون خلصنا اكزامبل رقم 2. شكرا جزيلا لاصغائكم.